كيف تابع الجمهور المغربي هذا الماتش؟ كان في متناول المنتخب المغربي، خاصة بعد طرد لاعبتين فريق نيجيري. فريق نيجيري كان فريق قوي رغم الطرد والنقص العددي ديالو، كان فريق قوي وكان قاب قوسين من الفوز من هذا النصف النهائي. المنتخب المغربي ما بانش بالصورة الحقيقية ديالو، بان ضعيف قدام الفريق النيجيري بحيث ما قدرش يسجل حتى شي هدف وما استغلش النقص العددي. المهم في جميع الحالات تنتمناو كل التوفيق لفريقنا المغربي للسيدات الفوز بكأس إفريقيا اللي تتقام في بلدنا المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم إخواني أخواتي الرياضيين. تنهنيو المنتخب ديالنا ديال لبؤات مناسبة كأس إفريقيا، داروا مسار جيد فعلا. الملاحظة اللي طلعت عليهم هو شي شوية تيشدوا الكرة في رجليهم بزاف، وهذا الشيء خصو يخدم عليه المدرب بزاف، لأن بعض المرات تيشدوا الكرات وماشي ديك داك شد الكرة اللي في المصلحة ديال الفريق، تضيعوا بعض المرات كرات. وبالنسبة اللي شونجمون تنعيب على المدرب، لأنه ما فهمتوش أنا الفرقة لاعبة بثمانية والفرقة ديالنا لاعبين بعشرة الوسط، وهو مخلي لافون سونتر ديالنا اللي ما كان دايره والو، بالعكس ضيعت بزاف ديال الفرص، وكان ينتبه لهذه القضيه هذه. وبالتالي كنا نهيو المقابله في اقل من 90 دقيقه، ولكن ما كاين مشكل. حنا تنتمناو للمنتخب ديالنا باش يزيد لقدام ويجيب لنا هذه البطوله اللي تتنظم في البلاد ديالنا، وان شاء الله تنهنيو اللبؤات ديالنا ونتمناو للفريق الوطني ديال الرجال تا هما ان شاء الله يديروا واحد المسار مزيان في قطر. وعندي واحد الكلمه بالنسبه لرئيس الجامعه، خصو يحسم هذه القضيه ديال المدرب، مساله ديال حليل وجيش مع مدربين اخرين اللي تراودوا في الساحه، خصو يحسم لنا هذه القضيه، لان هادشي ماشي باش مصلحه الفرقه. الانسان خصو يكون عارف المدرب ديالو اللي غيمشي معاه بعيد. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.